بكم احباب جورا فام. ان شاء الله اليوم لوفرتير نتاع ريستورون دار زمزم شارع الامام مسلم في خزام الغربيه. حاب نرحب بالناس الكل. معنا سبيساليتي تونيزيان اللي هي نعملوا تشيش بالقرنيط، نعملوا كسكسي بالعصبان، ان شاء الله باش نعملوا ماكله بنينه برشا. و ميم طون نحب نقول للناس الكل تجي تشوفنا وتزورنا وذوق البنا. نحن تبارك الله عملنا ديكور باهي وكل كيما ان شاء الله زاد كيما عملنا ديكور وحاجه باهي ان شاء الله زاد ماكله باش تكون زاد بنينه برشا وحاجه طياره على الاخر. حتى لي بري معناتها سافا مش حاجه غاليه، الناس الكل تنجم في المتناول، الناس الكل تنجم تجيب حذانا ونفرحوا بهم. ان شاء الله زاد عملنا ستاف باهي، رابيديتي نتاع لو سيرفور، زاد الكليون ما يزموش كي يجيب حذانا ما يقعدش يستنى، ياكل حاجه بنينه. و ميم طون ان شاء الله زاد شيف، زاد عاملين شيف عاملين سبيسياليتي سفاكسيان، شيف من صفاقس، زاد عندهم ماكله طياره حاجه الحلال توسكي تشيش. عندنا زاد الحوت جراد، كل توسكي جراد على الفحم على المشوى، مشوى نينوكس عاملينها. و ميم طون كيما قلت لك بيتزا زاد وفي دو بوا، وفي دو بوا وفي دو بوا معناتها مش بيتزا، خاطر برشا يحطوا بيتزا وفي دو بوا، مش وفي دو بوا، مي هكا قدام الكليون ديجا حاجه وفيد على 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 الحطب. كما قلت لك في رمضان زيد ان شاء الله عاملين منيو باهي، شقان الفطر ان شاء الله نطلب معناتها الناس الكل تجيب حذانا وتشوفنا. ومرحبا بالناس الكل ان شاء الله في رمضان زيد عاملين منيو طياره برشا ان شاء الله. مرحبا بكم في دار الزمزم خزامه الغربيه شارع الامام مسلم.